شكون راه باغي يتعرف على ام جنة؟ انا يا ام جنة اسمي الحقيقي، مشيت على الشهرة اسمي. خواتاتي العزازات، هنايا اليوم جيت معكم ام جنة نشكركم هاد الفيديو، نشكركم ونعرفكم على نفسي. بزاف اللي ما يعرفونيش واللي يسالوني على عليا انا شكون، يقول لي عرفنا باسمك، عرفنا انت شكون يا ام جنة. غير في هاد الفيديو نعرفكم انا شكون، وتابعوا الفيديو. المهم خواتاتي، هاد الفيديو ما فيش وصفات، فيه غير القواعد العشيه واش ماشي ندير فيه. عجبت حيت خبزات كما متعودين مع ام جنة. نسكن في حل بقعه، ما كاش وين يبيعوا الخبز، سي اوبليجي نتكل على دراعي. هذا وين عجنته وراني ماشي نقطعو ان شاء الله. هذه هي الوصفه تاع قريوش اللي قالت لي وحده، كتبوا لي بزاف ماشي غير وحده، قالوا لي وصفه تاع قريوش ام جنة عاوديها لنا، ماشي خساره خواتاتي والله غير عاودتها لكم ان شاء الله باذن الله. ندير معكم الخبز، نخرجوا على الكوشه طيب وندير حل براد ديتاي، وغادي ان شاء الله نهضر معكم ونقول لكم ام جنة شكون. انا والله يا خواتاتي العزازات ويا الغاليات اللي عزاز على ام جنة بزاف بزاف، وربي يحفظكم وربي ينوركم. هذا ما نقول لكم، هنا يا خواتاتي شوفوا العجين قلت لكم مرارا وتكرارا، العجين كيما نقولوا حنايا واش هو السر تاع العجين. السر تاع العجين كي نعجنوه قلت لكم غير ندورو نخدمو صوالحنا ونعاودوه هكا، ولكن دروك راني ماشي نقطعو ما نقدرش نعاودو. هادي 5 دقائق ملي عاودتها، ندير يدنا في الماء، شوفوا العجين هكا نقبضها، بسم الله شوفوا شحال فيه السك، فوالا ندير في السميد، متعودين على ام جنة ان شاء الله باذن الله. شكرا، بغيت نشكركم بزاف بزاف، نشكركم على التفاعل ديالكم معايا، نشكركم على الحب تاعكم ليا. واه يا اختي العزيزه غير طلعت 3، فوالا وهادو ندير 3 وهادو ندير بسفنج. هادو هذا اللي بقى من العجين غادي نديرها سفنج، غادي نقطعو في السميد. السميد ها هو عندي هنايا، غادي نقطعو في السميد هذا السفنج اللي معودتكم عليه ام جنة. نقبضو هكا ونحطو هنايا، ما نخربو فيه ما والو، غير نحطو هذا السفنج اللي معودتكم عليه ام جنة. تعود هنا نقبضو هكذا ونحطو هكا، ندير غير واحد 4 ولا 5 نكبدو ونحطو. نقدر نخبزو هكذا وانا نديرها هنايا هكذا هي، ونخرج من الجردة ان شاء الله نتقاوى معكم حكوية زيتاي هي ون انا خوتاتي السفنج متعوضينش عليه، تقطعيه كيما هكا، قطعتو هنايا عاود رديتو هنايا باش يجيني ساهل باش نديرها في في المقلة، وريكم ان شاء الله. خليتو يخمر العجين، خليتو يخمر، نجيب هاد السفنجة هاكا ايوا نقبضها انا في يدي، شي واعرة ما مرملة في السبيد ها، نحط ما يدخل لها لا ما يدخل لها حتى حاجة، لا زيت لا والو. ايوا ديرو طوالة ديرو كشما بغيتو ديروها ما اللي بغى وصفة السفنج يكتب لي في التعليق. قلت لكم الوصفة تاع القريوش غادي نعاودها لكم، والوصفة تاع السفنج قولوا لي بغيتوها. خوريكم كاش جداي، نوريكم هكا في الضو، ندير شويه تاع الصوبانة بس سفرنا داك الزيوت. جداي السفنج، السفنج يا سلام يا سلام يا سلام.
يا سلام. دخو نوريه لكم ان شاء الله. غادي نخرج الخبز برا ان شاء الله باذن الله. تراقبونا هيا غادي ان شاء الله نخبزها. شعل الكوشه هيا ونخبز اخواتاتي. اخواتاتي ما راهوش معايا اليوم، كل واحد قلعت لدارها. هيا وعيا مساكن. هيا والله غالب تبغيو يعاونوني اخواتاتي، ولكن الله غالب مساكن. تهما عندهم دويراتهم، تهما عندهم وليداتهم، هذيك هي. هيا كيقولوا كيكونوا معايا هنا ان شاء الله نديروا معاكم احسن فيديو الناس. شوفوا اخواتاتي السفنج كاش جا، اللي عجبها السفنج يقول لي ندير معاكم الوصفه. شوفوا اخواتاتي السفنج، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا السفنج، شوفوا هذا السفنج هذا واش نقول لكم، جا اكثر اكثر من روعه، يعني مرمد في السميد. شوف مرمد في السميد اخواتاتي، يعني السفنج بمعنى الكلمه. شوفوا شوفوا شوفي شوفي السفنج، شوفي شوفي السفنج كيش داير، شوفي ما صيبي فيه لا زيت لا والو. شوفي اختي حسن، شوفي درك باش نتقاوى معاكم شتي السفنج اختي العزيزه. فوالا اخواتاتي العزازات، هذا الخبز راه طابت بسم الله يا ربي وتكلنا عليك ان شاء الله. شوفوا 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 فوالا يا اختي، هاو الخبز. حاني 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 ما نقولكمش. فوالا نعاود نمشي نرمي التالتة. يا خواتاتي العزيزات شنو نقول لكم، ام جنة مرحبا بكم، ترحب بكم الجنة ان شاء الله يا ربي. مرحبا الف مرحبا بخواتاتي، هاكا راكم تشوفوني غاية. مرحبا بكم الف مرحبا، راكم مع ام جنة. شوف ما شاء الله خبز، خبز ام جنة واللي شتها نقول له مرحبا بك. اي وين تعودي على الخبز تاعي. حانية فوالا اخواتي العزازات، شربوا اتاي. هدر العشية هادو بغيت نتقاو معاكم قهوة تاع العشية اخواتاتي. مرحبا اخواتاتي العزازات، بسم الله يا ربي. كي راكم دايرين يا الزينات يا الغاليات، واش راكم دايرين يا العميرة تاع ام جنة؟ ربي يحفظكم من الآفات إن شاء الله، اللهم آمين. بسم الله نحي الخبزة ونرجع مع خواتات. ها هي الخبزة نحيتها فيك. فوالا غنطفي الغاز ونشيخ معاكم على الخاف. شكون راه باغي يتعرف على أم جنة؟ انا يا ام جنة اسمي الحقيقي مشيت على الشهرة، اسمي شريفة، سميوني الشريفة. وكيما نقولوا متزوجة وعندي ربع اولاد، يعني عندي زوج اولاد وزوج بنات، ومتزوجة مع راجل يعني ما شاء الله يعرف ربي، انسان ما شاء الله، انسان كيما نقولوا حنايا صبت فيها الخير، صبت فيها الخير الحمد لله يا ربي. واش نقول لكم، انا يا ام جنة زاديت وكبرت وتربيت في حد شرى غير صغيره، سميوها ولاد الحاج المسعود، يسميوها بني ورسوس. اللي راه يسمع فيا عارف واش نهضر ويعرف هاد القريه هذه. بصح انا واش نقول لكم، حنايا من جهه الغرب
راني نهضر مع الناس اللي ما يعرفوش هذه القريه هذه تاعي، نقولها بني ورسوس اولاد الحاج المسعود، يعني بني ورسوس. وكما نقول لكم انا يا ام جنة توال الغرب، توال مغنيه، توال تلمسان. اللي ما يعرفش هذه القريه ديالنا نقول له انا جيت تلمسان، جيت مغنيه، جيت من هذه الجوايه هذه. انايا هنايا كما نقول حنايا اللي راه باغي يعرف ام جنة. واش بغيت نقول لكم؟ جيت هنا فرنسا الحمد لله يا ربي، خدمت في المخبزه، خدمت في الدار تاع المسنين، خدمت في المدرسه، في تاع باش يديروا تاع لا كونتين تاع المطعم تاع باش يوكلوا ولادهم. جيت هنا لفرنسا يعني خدمت شويه، ما خدمتش بزاف، شنو نقول لكم، خدمت شويه باش نعاون هكا الدار الحمد لله. عاود كي جاوا ولادي كبروا ما بقيتش نخدم. ايا وهذه ام جنة، يلا بغيت تعرفوا عليا اكثر كتبوا لي. الحمد لله يا ربي مزوجه البنت تاعي الكبيره، ولادي اخرين قاعدين عاد صغار يقراو. ايوا الحمد لله يا ربي على كل حال. عندي كما نقولوا حنايا في الرمشي عندي فاميلتي، عندي ولاد عمي، عندي بنات عمي، عندي خواتاتي، عندي خوتي كاع تما في الرمشي. وانا كي تزوجت رحت نسكن في الرمشي، انايا ملي تزوجت وليت تبعت الزوج ديالي مشيت للرمشي، وانا اصلي وفصلي من بني ورسوس. انا من بني ورسوس وكي تزوجت هي اختي قلعت، هذه هي. والحمد لله مازال حاكمين في ديننا وفي عوايدنا وفي اصلنا وما تبدلنا ما والو. كيما جيت نهار الاول كيما راني، هذه راني 27 عام وانا هنا في فرنسا، ماشي غير اليوم ولا 27 عام وانا هنايا، هذه هي الحمد لله على كل حال. ايوا واش نقول لكم، هنا في فرنسا ماشي صعيبه، خص تكون قافز وخلاص، ماشي صعيبه، ما صعيبه ما والو، خص تكون قافز وما يديكش النعاس. هذه هي ام جنة معاكم. باقي لي با ربي يحفظو لي، وربي يحفظو وينورو ويخليه لنا تاج فوق راسنا، ونسلم عليه من هذا المنبر الاب ديالي، ربي يحفظه ان شاء الله ويخليه بركه فوق راسنا. المهمه تاعي توفات الله يرحمه برحمه الله ويجعل من اهل الجنه فردوس الاعلى، ويرحم جميع اموات مسلمين اللهم امين. وهذه هي ام جنة فوالا. تربيت في عائله كما نقولوا حنايا عائلة كريمة، تربيت في عائلة تاع الخير، ما نعرفوش حنايا الشر ولا نعرفو كيما نقولو حنايا زيار باش دير الدراهم ولا. أنا ما تربيتش كيما ها، تربيت حنايا، تربينا في دار كبيرة ما شاء الله، تربينا في دار كبيرة، تربينا الخير كاع مشي لينا، يجي الضيف ياكل يعني ما شاء الله ياكل ونوكلو ونشربو الله يسمح. يعني اللي جاي يدخل الدار باب من على العام مشرعه، العام محلوله، جامي تبلعت في وجه واحد. تربيت هاكتك وقعدت هاكتك حتى جيت عند راجلي راني هاكا، كاع ما تبدلش الحمد لله، اللهم لك الحمد. اي فوالا ام جنة، هذه هي قصه تاع ام جنة. انايا قلت لكم دخلت في هذا معاكم، راني في اليوتيوب نقول لكم باللي من بعد ربي سبحانه عز وجل لقيتكم نتوما في جنبي، وقفتوا معايا، نشكركم بزاف بزاف، نشكركم جزيل الشكر، نشكركم اللي حبيتوني، تعرفوني غير مرة على التليفون وحبيتوني، تهضروا معايا كلام حلو، حتى انا ليكم بالمثل، ليكم زعما كيما نقولوا حتى انا نعطيكم حبي كامل، هذه هي، كيما نتوما تحبوني حتى نحبكم، ربي يحفظكم، ربي ينوركم. ويستركم ان شاء الله. واش نقول لكم شكرا، شكرا على التفاعل ديالكم معايا، شكرا على اللايك، شكرا اللي تبغيوني لهذا الحب هذا. والله العظيم خواتاتي وخوتي، النهار اللي دخلت في هذا الريزو سوسيو، النهار اللي دخلت في اليوتيوب، ما حسابنيش غادي زعما كيما نقولوا، ما حسابنيش غادي نلقى هذا الاقبال منكم، هذا الحب ديالكم ليا، حسابني زعما عادي راني ندير الماكله، الا عجبكم راكم ديروا، ما عجبكمش نورمال. انا عمر ما دخلت لليوتيوب،
عمر ما دخلت الريزو سوسيو، بصح يعني عرفت باللي من هاد الريزو سوسيو كسبت خواتات، كسبت خوت، كسبت حبكم ليا. يعني نقول لكم حاجه، ما عندي ما نقول، حبكم ليا عبر لي على كلش. ماين ما يحبوني يكتبولي من حاء العالم، من حاء العالم. كاين اللي تقول لي تعجبني هضرتك، كاين اللي تقول لي تعجبني ضحكتك، كاين اللي تقول لي تعجبني الوصفات ديالك، كاين اللي بزاف. من هذا المنبر راني كاع مسلمة عليكم، نقول لكم صحيتو، نشكركم. واللي ما جاش في راسي وما قلت لكمش كتبولي ونعاود نقول لكم انايا، كتبولي هذه هي. وكي جيت انا فرنسا ما تلاقيتش زعما كما نقولوا حنايا عراقيل بزاف، الحمد لله. كما نقولوا كي جيت هنايا لقيت الزوج تاعي كان هو سبقني هنايا، عاود انا لحقتو، جبت بنتي الكبيره جبتها في البلاد، عاود لحقتو وجيت لهنايا. كان هو يخدم وما كنتش خدامه انا، عاود شويه عاود دورت خدمه وبقيت نخدم وبقيت نعاون الحمد لله. كنت ساكنه في فاطمه، وربي فتح لي عاود عطاني دويره هي راني قاعده فيها. هذه ام جنه، هذه ام جنه حبيبتكم اللي تحكي معاكم.